تحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا لليوم الثالث على التوالي معكم مباشرة على الهواء لنقل المرحلة الثانية من دوري الفا لكرة القدم. اليوم عم نوصل لطرابلس، امبارح كنا بصيدا، اليوم بالشمال بمدينة طرابلس من ملعب رشيد كرامي البلدي بالتحديد. التحية لكم جميعا طبعا بمباراة مهمة جدا، مباراة بين الأنصار وشباب الساحل. الأنصار طبعا يلي عم يخرج كان من مباراته الأولى مهزوم أمام خصمه وغريمه التقليدي النجمي، وبالتالي المباراة اليوم تحمل له أكثر من مهمة، أكثر من عنوان ومهمة أساسية، وأيضا الثأر من شباب الساحل يلي كان انتزع منه لقب كأس النجمة بمباراة نهائية جميلة جدا أيضا تبعناها عبر شاشة الأم تي في. بالوقت يلي شباب الساحل بدايته كانت مميزة جدا، بدايته كانت لافتة جدا بأفضل الأداء بالمرحلة الأولى، كان عم يفوز على الشباب الغزية، وبالتالي عم يدخل اليوم وعينه على النقاط الثلاثة يلي راح يحطوه بالصدارة إلى جانب النجمي وإلى جانب البرج طبعا يلي كان فازوا امبارح وأول امبارح بالمبارتين يلي تابعناهم مباشرة عبر شاشة الام تي في. يعني طبعا قبل ما نروح لتشكيلة الفريقين نقدر نقول إنه هالمباراة يعني طبعا ما راح تكون المباراة الختامية بالمرحلة الثانية، لأنه العهد ما عم يلعب بهذه المرحلة مرة جديدة، مباراته مؤجلة طبعا لانشغاله بنهائي منطقة غرب آسيا بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي رح يواجه الجزيرة الأردني، وبالتالي كل التوفيق للعهدويين بهالمباراة. فارس مساء الخير، ما روح نحن وياك أكيد لتشكيلة الأنصار وشباب الساحل. التغييرات الأنصارية حاضرة على صعيد التشكيلة الأساسية بالنسبة لنزار محروس، لكن من دون أي تغيير بالتشكيلة الساحلية. مساء الخير شربي، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. بالنسبه لشباب الساحل يعني التشكيله هي ذاتها يلي فازت الاسبوع الماضي على شباب الغزيه بنتيجه 3-1، ما تغير شيء. اما بالنسبه للانصار اليوم وعيوا الانصاريين، وسوني السعد يلي كان محطوط بالتشكيله الاساسيه صار عنده مشكله بدرسه وورم كبير، لهالسبب سوني سعد باللحظات الاخيره عم بغيب عن التشكيله الاساسيه اليوم لفريق الانصار مع جمهور الانصار الكبير يلي عم بواكب فريقه بطرابلس. فاذا سوني سعد معتز بالله جنادي وعبد الله طالب، ثلاث لاعبين غايبين عن تشكيله الانصار اليوم بسبب الاصابه. اليوم تشكيله الانصار نزيه اسعد، نصار اليوم بالتشكيله الاساسيه، ابو بكر كمارا بيطار، شعيطو اللواتي، شعيطو الاخر يعني موني والشبريكو، معتو عدنان حيدر، حسين عواضه يلي نزل بالتشكيله بدلا من سوني سعد، والحج مالك المتخصص كان الموسم الماضي بتسجيل الاهداف بمرمى الساحل باعتبار سجل 4 اهداف، 3 ذهابا وهدف ايابا، 4 اهداف كانوا للحج مالك بمباراة الذهاب والإياب قدام الساحل الموسم الماضي. هذا الموسم الأمور مغيرة كثير، الساحل فريق منه سهل أبدا، والأنصار بيبقى الأنصار، بيبقى الزعيم الأخضر، بيبقى البطل، بيبقى يلي الكل بانتظار المباراة ليشوفوا الأنصار إذا رح ينفك هالنحس يلي عم بيلازمه من كأس النخبة إلى كأس السوبر إلى بداية دوري ألفا لكرة قدم. جمهور الأنصار من كل المناطق وخاصة من الشمال، بنعرف قد ايه القاعدة الجماهيرية كبيرة بمنطقة الشمال، فاليوم وصلوا ليشجعوا فريقهم وبيعتبروا إنه مباراة والدوري انطلاقه من مباراة اليوم. الساحل فريق كبير ما عنده شيء يخسره أبدا أبدا، وبيعرف كثير منيح إنه اليوم بيقدر يحقق نتيجة إيجابية والعودة لبيروت ب3 نقاط، ليش لا؟ مع العلم انه بغيب عنه عبد العزيز نداي اللي موجود اليوم على مقاعد الاحتياط. تشكيله الساحل قلنا هي ذاتها ما تغيرت بالنسبه للمباراه يلي فازوا فيها على شباب الغزيه، ما في اي تغيير، عم بيخوضوا المباراه بلاعبين اجنبيين، الابرز هو حسين حيدر الغائب المستمر غيابه من بدايه الدوري، وعبد العزيز نداي يلي موجود اليوم على مقاعد الاحتياط. كره البدايه راح تكون ساحلية، بقود المباراة ماهر العلي، بعاونه عدنان عبد الله، تيسير بدر، ومحمد حداد الحكم الرابع. المدير الفني لفريق البرج محمد دقة موجود إلى جنبنا عم بيتابع المباراة وعم بيشوف الفريقين، علما إنه البرج الأسبوع المقبل ما رح يلعب، من بعدها رح يلعب بديربي ضاحية مع فريق شباب الساحل. كرة البداية مع الساحل مع زهير عبد الله، زهير عبد الله الكرة يلي بتنقطع من فريق الأنصار، الأنصار مع اللواتي بمنتصف ملعب، اللواتي بيتقدم اللواتي، وبيتعرض اللواتي للخطأ ببداية المباراة، ركلة حرة. اللواتي كان عم بيقول لي إذا سجل هدف رح يتوجه اليوم شربي للكاميرا اللواتي ويهدي الهدف، بركي
الأمور كلها بتفتح بمباراة اليوم. يعني الأميل الأنصاريين اليوم كتير متفائلين قبل المباراة باعتبار أنه اليوم الأمور كلها لازم تنحل والعقدة يخلصوا منها ويبلش مسلسل الانتصارات. يعني طبعاً مش بس يهدي الهدف، هدف أكيد بده يهدئ الأمور بشكل كتير كبير بالمدرجات الأنصارية. ثلاث هزائم متتالية للأنصار وبمباريات مفصلية، عم نحكي عن نهائي كأس النخبة، عم نحكي عن الكأس السوبر أمام العاد، وعم نحكي طبعاً عن بداية المشوار بالديربي أمام النجم. اليوم الأنصار مطالب بالفوز، مطالب بالثأر من شباب الساحل من دون شك، مطالب بتحقيق نتيجة جيدة وأكيد أداء جيد يقدر من خلاله يقدم نفسه مرة جديدة كمنافس جدي على لقب دوري ألفا. أيضاً الإشارة إلى مباراة أخرى عم تقام ببحمدون بين الصفا والشباب الغزيين، تقريبا الدقيقة 30، التعادل السلبي لا يزال مسيطر. أكيد رح أكون معكم ونوفيكم بالنتيجة أول بأول بهاللقاء بالوقت يلي في محاولات أنصارية ببداية اللقاء. الأنصار من يمين الشاشة إلى يسارة بلونه الأخضر التقليدي عم بيهاجم، بعكسه شباب الساحل من يسار الشاشة إلى يمينه باللون الأزرق التقليدي طبعا. فلمين رح تكون الغلبة بهالمباراة المنتظرة؟ هي المباراة العنوان إلى جانب ديربي برج البراجني، واللي حسمه البرج امبارح بهدفين نظيفين ليكون بالصدارة بست نقاط طبعا بفارق الأهداف عن النجم يلي أيضا عنده ست نقاط. وبالتالي اليوم بيأمل شباب الساحل أنه يفوز وينضم لإلهم من بعد ما حقق الفوز بالمرحلة الافتتاحية. كورنر حاليا لفريق الأنصار مع حسام اللواتي دائما موجود بوسط الملعب الى جانب عدنان حيدر. اليوم حسين عواضة عم يكون كجناح ايمن بدلا من سوني سعد، الكره ملعوبه من اللواتي اللي داخل المنطقه. حسين رزق نونا عم يقطع بالراس، عوده نصار الى التشكيله الاساسيه لاول مره من وقت اصابته بالموسم الماضي وغيابه لفتره طويله عن الملاعب. اكيد بنتمنى لنصار كل التوفيق، لاعب منتخبنا الوطني يلي بدون شك له تاثيره الايجابي بالتشكيله الانصاريه مع عودته اليوم. ركلة مرمى عند علي ظاهر، طبعا مباراة جميلة جدا تبعناها بنهائي كأس النخبة بين الفريقين. المباراة يلي تعادلوا خلالها 3-3 بالوقت الأصلي و 5-3 ركلات الترجيح كانت عم تحسم النتيجة لمصلحة الساحليين. الكرة مقطوعة بالرأس من دفاع الأنصار بوسط الملعب، عباس عاصي حسن كوراني عم يتدخل على الكرة الشبريكو. الصراع على الجهة اليوم راح تشوفوه كتير كبير بين الشبريكو وحسن كوراني، واحد من مسجلي أهداف الساحل بمرمى الغزية. يوم حسن شعيتو موني أيضا عم بيعود إلى التشكيلة الأساسية. زهير عبد الله راح نشوف إذا كومبينيشن موني مع طوق الحاج مالك وحسين عواضة بغياب سوني سعد رح تكون ناجحه على الصعيد الهجومي، ويقدر الانصار يسجل اول اهدافه بدوري الفا لموسم 2019-2020. هيدا المعطوق بيلعب الكره لعند اللواتي، اللواتي التمرير الاماميه الخطوره الانصاريه داخل منطقه الجزاء الساحليه، الكره مقطوعه مره جديده من حسين عواضه، بتبقى انصاريه، بتبقى مع مين؟ بتبقى مع موني مع الحاج بالك داخل منطقه الجزاء. الضربه كانت موجوده لكن كوليبالي هو عم يقطعها وتسديد هالمره البعيده بقدمه اليسرى للواتي الى خارج ارض الملعب. هيدا عباس عطوي اكبر اللاعبين سنا على ارض الملعب لكن شيخ الشباب بالاداء، ايضا قدر يسجل بالمباراه الاولى امام الشباب الغزيه، هو اللي كان عم يفتتح التسجيل ومهد لفوز شباب الساحل. علي ظاهر بيلعب ركله المرمى مباشره لعند البيطار، ايضا عوده البيطار الى التشكيل الاساسي بالوقت يلي عباس عطوي بيلعب الكره لعند الكوراني. الكوراني على الجهه اليمنى بيحاول يتقدم بواكبه شبريكو ما بيقدر ينجح انه يقص الكره العرضيه، بتروح لعند البيطار سريعا الكره الامام باتجاهه للحاج مالك. علي عبود هو يلي عم يقطع الكره. نصار على الجهه اليمنى، التقدم من المعتوق، دور حر بالتاكيد للمعتوق اليوم على ارض الملعب. حسن معتوق، حسن معتوق عم يتقدم عم يواصل تقدمه المعتوق على الجهه اليمنى. حسين عواضه، العواضه شو ممكن يعمل بهالكره؟ رح يلعب الكره على العرضيه لكن لوين يا عواضه؟ الكره بعيده جدا الى خارج ارض الملعب. بالوقت يلي كريم حاجي اللاعب السنغالي بصفوف الصفا عم يفتتح التسجيل بالدقيقة 36، إذا الصفا عم يتقدم بحمدون 1-0 على الغزية.
رمي التمييز لشباب الساحل. شوفوا لاعبي الانصار كلهم عم يتقدموا ليمنعوا الساحل من انه يخرج بهالكره، عم يجربوا يعملوا البريسنج العالي. لاعبي فريق الانصار علي عبود يلعب الكره للامام، البيطار بيقطع بطريقه ذكيه مباشره لعند اللواتي، اللواتي ايضا الكره الاماميه الطويله باتجاه المعتوق، لكن بعيده بعيده جدا. الافضل طبعا بالنسبه للانصار فارس هو يلعب الكرات القصيره، وبالتالي بوجود اللاعبين المهاريين مثل حسن معتوق ومثل حسن شعيتو موني بيقدروا يخترقوا منطقه جزاء باي لحظه وبيقدروا يهددوا مرمى علي طاهر. ست دقائق على بداية المباراة والنتيجة التعادل السلبي. المحاولات الأنصارية نوعا ما عم بتكون أبرز، بس من دون الخطورة على مرمى الساحل. بمنتصف ملعب فريق شباب الساحل عم بيحصل على خطأ بهالوقت، داوودا ديميلي السنغالي عم بيحصل على خطأ. واليوم تشكيلة الأنصارية بتضم ثلاث لاعبين أجانب، بينما تشكيلة الساحل بتضم لاعبين أجنبيين. على السريع تذكر بنتائج هالمرحلة، لخاء الأهلي علي كان عم يتغلب على هالملعب على فريق طرابلس بنتيجة 2-0، النجمة على التضامن صور 2-1، البرج على شباب البرج 2-0، والصفا حاليا متقدم على الغزية بنتيجة 1-0. هيدا بالنسبة لنتائج هالمرحلة. كل توفيق بنتمنى لفريق العهد على أمل نهار الثلاثة ينهي مباراته مع الجزيرة الأردني بالفوز والتأهل إلى نهائي غرب آسيا ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بالأحرى يكون لقب لبناني. هذا اللي بنتمنيه يا رب نهار الثلاثة. وحاليا الكرة مع فريق الأنصار، حسن معتوق يلي عم يرتد للخلف ليمرر الكرة، عم بينطلق بالهجمة المعتوق، الكرة ناحية اليمين نصار بيلعب للمعتوق، المعتوق داخل منطقة الجزاء، عليه لاعبين، عليه ثلاثة، عليه أربعة، ممنوع المعتوق يتحرك، ممنوع المعتوق يقرب لأنه المعتوق خطر كثير بمواجهة المرمى. الحج مالك بعدنا بانتظار نشوف الحج مالك يلي بنعرفه الموسم الماضي والموسم اللي قبله. الموسم الماضي الحج مالك أنهى البطولة ب 19 هدف وبصدارة الهدافين بالمركز الأول. موني سجل 7 أهداف للأنصار الموسم الماضي، سوني سعد سجل 6 أهداف، اللواتي 6 أهداف، عباس عطوي أوليكا سجل 5 أهداف. من ناحية شباب الساحل عبد العزيز نداي اللي موجود على مائة الاحتياط كان أبرز الهدافين مع 9 أهداف. كوراني على الجهة اليمنى، كوراني بده يجرب يحصل على شيء على ركلة ركنية إذا قدر أو خطأ. الكوراني معه ابو بكر كمارا، الكوراني ذكي كثير بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء وبشتتها اللواتي يلي بيرتد للدفاع. بكاري كوليبالي يلي كثير بيتقدم ليساند خط الهجوم. داوودا داخل منطقه الجزاء، فرصه لفريق شباب الساحل بيبعدها ابو بكر كمارا باللحظات الاخيره وبيبعد الخطر المؤقت عن مرمي. ركله ركنيه لفريق الساحل. شوفوا داوودا التبريره الاماميه وابو بكر كمارا يلي بيبعدها قبل ما تشكل خطوره على مرمى نزيه اسعد. ركله ركنيه لفريق شباب الساحل، فريق منه سهل ابدا ابدا، بدكم تحسبوا له حساب كل الفرق يلي بدها تلعب بمواجهه الساحل. كل الفرق البقيه ال 11 عملوا حساب كبير. محمد حمود على التنفيذ، محمد حمود لاعب الانصار السابق. محمد حمود بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء بيبعدها الحج مالك، كره راسيه بتوصل لعند نصار ما قدر يوصل لها نصار لخارج الملعب. رامي تباس ساحليه، الحج حمود من جهه ونزار محروس من جهه ثانيه، والتعليمات يلي ما عم تهدى ابدا للاعبين فريق الساحل يلي بيت ليلته بالألمون امبارح. كرة هون من علي ظاهر أمامية، كنترول رائع من حسين رزق نونا، بيرجع بيخسر الكرة بتروح لعند المعتوق، المعتوق بيلعب الكرة أمامية لعند موني على الجهة اليسرى بيتقدم معه زهير عبد الله بيدخل منطقة الجزاء. موني رح يجرب يعمل شيء وبالنهاية ما زال الخطر موجود، مش لوقت كثير لأنه كوليبالي بيتدخل بالوقت المناسب. داوودا مكسب كثير كبير لفريق شباب الساحل، احوي هيدا هو داوودا، انتقل من فريق البقاع، لاعب ذكي كثير بيعرف شو بده المدرب منه بارض الملعب. عباس عطوي لاعب الخبره لعند زهير عبد الله ايضا لاعب الخبره. كوليبالي، عباس عاصي بمنتصف ملعب،
وين ما كان بتشوفوا داوودا بكل الأماكن بالملعب، صاحب الرقم 90 لاعب السنغالي. بتنتقل للواتي، لواتي بيلعب الكرة لمعتوق داخل منطقة الجزاء، بيحميها كوليبالي مثل ما لازم. يعني دايما الأنظار على معتوق والأنظار على الحج مالك، تعليمات الحج حمود واضحة، ممنوع هاللاعبين يقدروا يتحركوا مثل ما بدهم بمنطقة الجزاء. لاعبين خطرين كتير، وبآخر مباراة انتهت بيناتهم بالتعادل 3-3. عباس عطوي، حسن معتوق والحج مالك سجلوا للأنصار، بينما عباس عطوي الساحل، داوودا وكوليبالي كانوا عم بيسجلوا أهداف شباب الساحل قبل ما يروح شباب الساحل ويحرز كأس النخبة بركلات الترجيح البنالتي يلي سمحت انه يكون عندهم لقب من بعد لقبهم الاول والاخير يلي هو كأس لبنان بموسم 99-2000، وقتها على ملعب بيروت البلدي تغلبوا على الصفا بعد التعادل 1-1 بركلات الترجيح، وكان اللقب الرسمي الوحيد وقتها لفريق شباب الساحل. يعني شربي المباراة بعد مرور 12 دقيقة نوعا ما متكافئة، مع فينا نقول أفضلية نسبية بخط الوسط عم بتكون من ناحية فريق الأنصار يلي عم بجرب بكل الطرق يعمل شيء ليوصل لمرمى الساحل. يعني طبعا أمر طبيعي أن الحذر يكون موجود ببداية المباراة من الطرفين، وخصوصا بيعرفوا بعضهم كتير منيح، بيعرفوا بعضهم من خلال نهاية كأس النخبة، بيعطفوا تأثير كل واحد منهم على الصعيد الهجومي. أي خطأ ممكن يكون مكلف، الساحل بيعرف كتير منيح كيف يتعامل مع الأنصار. الساحل فريق منظم جدا، وهذا الأمر طبعا بصعب الأمور على الأنصار تحديدا لمحاولة اختراق المنطقة الساحلية مع حسام اللواتي. بالوقت الدقيقة 40 بمباراة الصفا والشباب الغازية، عم تحمل الجديد عمر الكردي عم بيسجل الهدف الثاني لفريق الصفا، 2-0. إذا النتيجة أصبحت للصفر على الصفا على حساب الغازية. كرة على الجهة اليمنى حاليا مع اللواتي، اللواتي بيعكس الكرة الأرضية، زهير عبد الله بيقطعها، بتروح لوين؟ بتروح للكوراني، بتبقى أنصارية مع الشبريكو. الأنصار عم يستحوذ بشكل أكبر، حاضر بتركيز كتير كبير، الكرة داخل أرض الملعب. لا، خرجت يا معتوق، خرجت يا معتوق. رمي التميز للساحل، زهير عبد الله، عباس عاصي، حسن كوراني، ترجع للخلف لعند زهير بوسط الملعب، حسين رزق للحمود. شوفوا كيف بيمرروا الكرة لاعبي الساحل، دائما بيحاولوا مع المحاولة مع هالمحاولة الخطيرة لحيدر عواض، اللاعب يلي بالمباراة أمام الغازية جرب كتير، واليوم كان أقرب من أي وقت مضى لتسجيل الهدف الافتتاحي. قرار صحيح من الحكم المساعد عدنان عبد الله، لبل قرار ممتاز، ما في اي تسلل ابدا بالكره الاخيره. حيدر عواضه قدر يكسر مصيده التسلل ويواجه نزيه اسعد، لكن ما قدرت تسديدته مثل ما عم نشوف بالاعاده تكون مركزه هون الى جانب المرمى. كره على الجهه اليمنى ملعوبه مره جديده، حسين عواضه، العواضه بيلعب الكره العرضيه الى خارج ارض الملعب، راح تبقى مع الانصار. كرة بتبقى مع الساحل، حسين رزق هو اللي عم يجرب ينطلق على الجهة اليسرى، حسين رزق مقطوعة من جديد من اللواتي. الأنصار يعني باستثناء الكرة اللي هرب فيها حيدر عواضة وكاد يفتتح التسجيل، أنصار ثابت على الصعيد الدفاع، عم يعرف يتعامل مع المحاولات الساحلية. كرة ملعوبة هون لحسن كوراني،
شوفوا بتجربوا دائما يلاقوا المساحة الخالية لاعبي شباب الساحل ليلعبوا خلالها. الكرات طبعا والتركيز على الجهة اليمنى تحديدا عند الكوراني. شبريكو عند موني، ايضا شبريكو بحاول يمر، ممتاز شبريكو بالكرة الأخيرة بيلعبها للأمام للحج مالك، لكن الكرة مجددا عم بتطول ومباشرة لعند علي ظاهر. 16 دقيقة مرت على بداية اللقاء، إذا ما فيش يتغير التعادل السلبي بين الأنصار وضيفه شباب الساحل. طبعا المباراة كانت مقررة على ملعب بيروت البلدي، لكن حالة الملعب وأرضية الملعب ما بتسمح أكيد بإقامة مباراة فوتبول، بانتظار بتم صيانته ليظهر أقله بالشكل يلي ظهر عليه مع عودته بالموسم الماضي حيث استضاف العديد من المباريات. كرة إلى خارج أرض الملعب الذي أسعد مرة جديدة. الساحل فاز مرة واحدة بالدوري على الأنصار وكانت بأربع أيار عام 2002 بنتيجة 3-2، وباقي المباريات الـ 24 انتصار لمصلحة الأنصار. بالوقت يلي الشوط الأول من مباراة الصفا والشباب الغازية عم ينتهي بتقدم صفاوي 2-0 بهدفي كريم حاجي السنغالي وعمر الكردي. محاولة ساحلية مرة جديدة على الجهة اليسرى، داوودا بيلعب الكرة للأمام، الخطورة ممكن تكون موجودة مع تقدم عباس عطوي. من جديد مقطوع البيطار، كرة أمامية ممكن التسديد من الكوراني، لكن كمارا موجود. الكوراني بيحافظ على كرته، ممتاز يلي عم يعمله والشغل رقم 20 كوراني. بعيد الخلف لعند زهير عبد الله، زهير بيلعب الكرة على العرضية، داوودا خطير داخل منطقة الجزاء، داوودا التسديد من داوودا ديمي إلى كورنر أول لشباب الساحل. الأمر الواضح فارس بالكورنر الثاني لشباب الساحل، داوودا خطير جدا بتحركه باللامركزية اللي عم يعتمدها، ممكن بأي لحظة نشوفه بمواجهة شباك نزيه أسعد. يعني الواضح أنه فريق شباب الساحل عم بيكون بهاللحظات أخطر من ناحية الوجود والتواجد داخل منطقة الجزاء. يعني الواضح أنه مع الانفراد التام لحيدر عوضة مع تسديد داوودا بيقدر الساحل بأي لحظة يسجل هدف إذا ما انتبهوا منيح دفاع فريق الأنصار. ما بينتركوا أبدا مهاجمي الساحل، وركلة ركنية عم بتكون بهالوقت لعباس عطوي، عباس عطوي على التنفيذ، الركلة الركنية بكاري، كوليبالي بيتقدم وبقية اللاعبين، كرة رأسية بيبعدها حسين عواضة، حسين عواضة ممتاز ممتاز، بتروح الكرة لعند الحج مالك اللي بيتعرض لعرقلة واضحة، خطأ واضح من كوليبالي والبطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء لكوليبالي، أول بطاقة صفراء بالمباراة. وأول بطاقة صفراء لكوليبالي بالدوري اللبناني، باعتبار أنه الساحل كان عنده بطاقة وحيدة بمباراة الغازية لنونا حسين رزق، بينما فريق الأنصار كان عنده خمس بطاقات صفر بمباراته مع النجمة. كرة بتتحرك بمنتصف ملعب، موني بيتقدم لمين؟ بيلعب الكرة على الجهة اليمنى لنصار، نصار بيلعبها أمامية، فرصة لفريق الأنصار، بس علي ظاهر بيطلع من مرمي. أسرع علي ظاهر، الكرة طويلة كانت على اللواتي، علي ظاهر رح يلتقطها بكل سهولة، تنتقل لفريق شباب الساحل. عباس عطوي بيلعب الكرة أمامية، بده يبعدها البيطار، حسن بيطار ما رح يتركها أبدا. موني بمنتصف ملعب بغير اتجاه الكرة لعند الشبريكو منه لأبو بكر، أبو بكر كمارا آخر اللاعبين اللي التحقوا بصفوف فريق الأنصار لهالموسم. يعني غياب سوني سعد، غياب معتز بالله الجنيدي، وغياب عبد الله طالب خلطوا وراء نزار محروس بمباراة اليوم، ما كان عامل هالحسابات ابدا، خاصة مع غياب معتز وسوني سعد يلي كان موجود بالتشكيلة الأساسية. كرة مع الساحل، عباس عطوي بمرر بهالوقت للكوراني، الكوراني أمامية بده ينتبه البيطار، آخر واحد البيطار بده ينتبه البيطار، وفي خطأ واضح كان لصالح فريق الأنصار.
20 دقيقة على بداية مباراة، والفرص إذا بدكم الساحلية أخطر من فريق الأنصار، الاستحواذ أنصاري، الفرص ساحلية من بداية المباراة. الشبريكو بمرر لاموني، موني بيتقدم، موني بيتخطى عباس عاصي، بس مش لوقت كتير. فريق الساحل فريق كبير، فريق عمل شغل كتير كبير الحش حمود فعلا مع فريق شباب الساحل. الموسم الماضي فريق الساحل أنهى البطولة بالمركز الخامس مع 8 انتصارات 4 تعادلات و10 خسائر. أنهى الدوري مع 28 نقطة، سجل 32 هدف ودخل مرمي 32 هدف. جمهور فريق شباب الساحل اللي عم بيتوجهوا ليكونوا على المدرج المواجه لمدرج فريق الأنصار، مع الحلة الجديدة والإعلانات والصورة الرائعة اللي عم تشوفوها من داخل ملاعب كرة قدم. رامي التماس، شبريكو لأبو بكر، أبو بكر للشبريكو على السريع بده يشيل الكرة. كوليبالي بحضرها لعند زهير، زهير عبد الله يعني بحال، خلينا نتابع الكرة ونشوف شو راح يعمل. الله 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 يا عباس عطوي، الله يا عباس عطوي، شو هاللاعب الرائع، شو هالخبرة الموجودة. كرة كان عم بيرفعها هون لحيدر عواضة، حيدر عواضة يلي انتقل لفريق شباب الساحل من الأهلي النبطية. بالإعادة بنرجع بنشوف الكرة الرأسية لخارج الملعب، كان في مطالبة بركلة ركنية، لا ما في كورنر أبدا، في ركلة مرمى واضحة كانت الأمور. وفريق شباب الساحل عم بيتابع مثله مثل الأنصار، الضغط فينا نقول متكافئ، وجمهور الساحل يلي عم بياخد مكانه بالمدرج اجوا من بيروت لمؤازرة فريق شباب الساحل. عم نشوفون وجمهور الأنصار يلي معبى المدرج المخصص لإله. موني 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 بمر لشبريكو، شبريكو كمان مرة لموني. لاحظوا كيف كل لاعبي الساحل بيرتدوا، تعليمات الحاج حمود واضحة، كلهم بيرتدوا مع أي هجمة أنصارية، بدهم يسكروا منطقتهم تيمنعوا لاعبي فريق الأنصار أنه يتحركوا ويكونوا مرتاحين ببناء الهجمة. نصار 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 على الجهة اليمنى، نصار نصار بيرفع الكرة بعيدة، بتمر عن الحاج مالك، بتمر عن زهير عبد الله، بترجع لعند الشبريكو، الشبريكو على الجهة اليسرى بيتقدم الشبريكو، معه زهير عبد الله، الشبريكو، بس زهير عبد الله بيقطع الكرة، زهير عبد الله وبحط الكرة بكل روح رياضية لخارج الملعب بسبب إصابة الشبريكو بالاحتكاك اللي صار بينه وبين زهير عبد الله. فريق الأنصار يلي رح يرجع الكرة هلا لفريق شباب الساحل. ايضا معتز بالله جنيدي صار موجود الى جانبنا بالمنصه، الى جانب المنصه الرئيسيه، كمان تعرض للاصابه وما راح يقدر يشارك ابدا بمباراه اليوم. بكاري كوليبالي اللاعب السنغالي مصدر امين دفاع فريق شباب الساحل. عدنان حيدر بمنتصف ملعب بيتقدم، يعني بعد ما شفنا من بداية المباراة أي فرصة خطرة لفريق الأنصار. حسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها دفاع الساحل، ترتد مع عباس عطوي، عباس عطوي بيلعب الكرة أمامية مقطوعة كمان. أبو بكر، أبو بكر يعني إذا رح يقدر يشارك بهالمباراة عبد العزيز نداي، معقول كتير نشوف اللاعب السنغالي بالشوط الثاني أو بالوقت المخصص لإله حسب ما طبيب الفريق بيقول، معقول نشوفه بدلاً من حيدر عواضة أو أحد اللاعبين بمركز خط الهجوم. يعني 25 دقيقة شربي على بداية المباراة، ما تغير شيء، النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين مباشرة من طرابلس. يعني بصراحة كنت متوقع أنه بداية المباراة تكون سلبية، تكون بأداء وحذر دفاعي، لكن مش لهالدرجة من فريق الأنصار وشباب الساحل. على كل حال الصراع الكبير، المعركة الكبيرة هي بوسط الملعب للسيطرة للاستحواذ، لكن داوود ديمي حاليا هو عم ينطلق مثل السهم على الجهة اليسرى، بعيد الكرة للخلف لعند الرقم 10 عباس عطوي، عباس عم يستلم أيضا
من ميلت شمال بعيد على الخلف لعند حسين رزق. نونا نونا هو يلي عم يتقدم. نونا منو لعند داوودا. ايضا الحمود تقل الساحل حاليا كله على الجهه اليسرى لكن عم يتوقف هالمره عند حسن بيطار يلي عم يقدم مباراة دفاعية جيدة اليوم. كرة على الجهة اليمنى لحسام اللواتي مرة جديدة. اللواتي بيلعبها للمعتوق. المعتوق عم يمر، المعتوق عم بيروح لكن أيضا الكرة مقطوعة. بوسط الملعب مرة جديدة محاولة للمرور، المرة عم ينجح حسين رزق إنه يمر. 3 على 3 الرزق بيقرب، الرزق بيتقدم، الرزق بيسدد. حلو كتير هالتسديدة من نونا، كانت قريبة جدا من مرمى لنزيه أسعد. يا سلام على الهجمة الساحلية 3 على 3 واختار التسديد حسين رزق. شوفه من أي مسافة من حوالي 25 متر سدد كرة قوية إلى جانب نزيه أسعد. ما معقول ما لتسديدة صاروخية لو أصابت المرمى كنا راح نشوف الهدف الأول بمباراة اليوم. واحد من أجمل الأهداف اللي سجلت لحد هالوقت بالتأكيد بدوري ألفا. شبريكو للخلف مرة جديدة. أبو بكر كامارا، كامارا عم يتقدم بيلعب الكرة للأمام لعند الحاج مالك. حاج مالك بحافظ على كرته، ما في أي خطأ. في خطأ أمبلا، في خطأ على بكري كوليبالي مثل خياله للحاج مالك، ما عم يتركه بكل الملعب، عم بيكون إلى جانب مواطنه السنغالي. نعرف أنه اللاعبين الأجانب وخصوصا اللي بيحملوا نفس الجنسية بيكونوا قراب من بعضهم ببلاد الاغتراب، لكن كوليبالي قريب جدا من الحاج مالك، عم بيكون على ارض الملعب وبالتالي عم يمنعه من التحرك بالشكل المطلوب من صناعه الخطوره. حاضر غائب هداف الدوري بالموسم الماضي ب 19 هدف الوقت على المرور الممتاز هون على الجهه اليمنى من اللواتي اللي عم يكسب رميه التماس. مين راح يفتتح التسجيل قبل نهايه الشوط الاول؟ هيدا اللواتي عم يحاول يخترق لكن الكره خرجت. يا لواتي خطأ لمصلحة الساحل حاليا. كرة مع العطوي بيلعبها للأمام لعند حيدر عواضة. رأس الحرب الوحيد بغياب عبد العزيز نداي بتشكيلة الساحل. موجود نداي اليوم على مقاعد البدلاء بعكس المباراة الماضية حيث كان عم يتابع المباراة من المدرجات. أيضا غياب حسين حيدر لا شك أنه مؤثر على الحسابات الهجومية للحش حمود بالوقت يلي الكره العرضيه من محمد حمود اللي داخل منطقه جزاء. الخطوره من حيدر عواضه. حيدر 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 بيحاول يستدير على نفسه، عم يتوقف من الشبريكو. ايضا كرته وتمريرته خاطئه بتروح لموني. اليوم لاعبي الانصار يلي هن بالشق الهجومي عم يعملوا شغل منيح بالدفاع. شفتوا موني وين كان موجود؟ كان موجود داخل منطقه جزاء ليقطع الكره بالوقت يلي المعتوق عم يقطع عم يمر. ممكن هدف اول بالمباراه مع المعتوق. المعتوق 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 مالك، لكن طل مثل البدر من ملعب طرابلس وسجل اول اهدافه بدوري الفا. جليت شباب الساحل فيه يقول عنه بالموسم الماضي من اصل 7 اهداف سجلها الانصار بمرمى شباب الساحل، 4 منهم كانوا للحاج مالك بالتخصص. يا ملك منطقه الجزاء، لكن الشغل الكبير من عمله نجم الانصار الجديد حسن معتوق بالمرور، حسن معتوق بالمهاره، حسن معتوق بالتمريره الذهبيه الى صاحب اللمسه الذهبيه امام الشباك. الحاج مالك طال عم يسجل اول اهداف المباراه على وقع احتفالات الانصاريين. الفرحه الكبيره لجمهور الاخضر الكبير المتواجد بطرابلس. 1 الانصار 0 الساحل تحديدا بالدقيقه 30. الحاج مالك ومعتوق عم يولعوا المباراه، عم يخلوا الاجواء بطرابلس اجواء فرحه، اجواء انتصار للانصار يلي عم يتقدم بالوقت الحالي بهدف واحد للحاج مالك. 30 دقيقه مرت، 30 دقيقة جميلة جدا تابعناها عبر شاشة الام تي في، و30 دقيقة قدر من خلالها الانصار ياخذ التقدم. قلت الانصار عم يعرف كيف عم بيهاجم، قلت الانصار اهم شيء عم يعمله اليوم ببساطة هو
طريقه الدفاع والتعامل بالدفاع تحديدا مثل ما قلت اللاعبين يلي هن موجودين بالشق الهجومي كيف عم يقدروا يتصرفوا بشكل صحيح فارس، وهيدا الامر سمح للمعتوق انه يخرج على غفله ويطير على الجهه اليمنى ويلعب العرضيه، وبالتالي الحجمالي كيتسجل اول اهداف اللقاء وبدون شك هدف رح يشعل الامور بشكل كثير كبير. الانصار واحد، المباراه اللي تعتبر على ارض فريق الانصار، الانصار اللي اعتمد ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي ارض له باعتبار انه ملعب بيروت البلدي منه جاهز. الانصار واحد شباب الساحل صفر، المباراه اللي عم تتابع قبل 14 دقيقه من نهايه الوقت القصري لزمن الشوط الاول. حج مالك كمان مره عم يضرب بايد من حديد، كل مره بيواجه شباب الساحل والحج مالك عم بيكون موجود عم بيسجل وعم بيقدر يخلي فريقه يتقدم هالمره. ثلاث نقاط غاليين كثير، والا الانصار غير نتيجه الفوز تعتبر نكبه وخساره لإله، حتى التعادل ما راح يكون راضي عنه ابدا فريق الانصار بعد خسارته الاولى قدام فريق النجمه. لازم يرجع الانصار ينطلق ولازم يرجع لسكه الانتصارات. حاليا كرة بمنتصف ملعب أنصارية عالية لعند حسين عواضة، حسين عواضة على الجهة اليسرى لعند المعتوق أبو علي، بيتقدم المعتوق، بيدخل منطقة الجزاء، المعتوق بيدخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة بالعرض، بيبعدها دفاع فريق شباب الساحل، بيبعد الكرة بالوقت المناسب، علي عبود تحديدا يلي كان عم بيبعد الكرة ليبعد الخطر عن مرميه والهدف الثاني الانصاري، اذا صار بتصير الامور صعبه كثير على فريق شباب الساحل. حسن بيطار بمرر لنصار، نصار بيخسر الكره من داووده، داووده بيلعب الكره لعند حيدر عواضه، الوانتو بعيده ما بتشكل خطوره ابدا على مرمى الانصار. نزيه اسعد عم بياخذ كل وقته، نزيه ابن طرابلس، نزيه ابن هالملعب اذا بدكم، بيعرفه كثير منيح لانه كان يلعب مع فريق طرابلس. هيدا نزار محروس، نزار محروس منه راضي كثير عن اداء الفريق. حسن بيطار بيرجع الكره لعند نزيه اسعد، بيلعبها اماميه للحج مالك، الحج مالك رجع لسكه التهديف. الحج مالك وقت بيكون بخير الانصار بألف خير. زهير عبد الله ببرر لعباس عطوي، عباس عطوي بده يلعبها اماميه، فرصه لفريق شباب الساحل، الله جول داووده، داووده داووده عم بيعدل النتيجه وورا هالاسيست لاعب الخبره، لاعب الذكي يلي ما بيخطر ابدا عباس عطوي. داووده عم بيسدد، عم بيسجل على يسار نزيه اسعد وعم بيعدل الارقام 1-1. هول هن شباب الساحل، شباب الساحل بيقدروا يردوا باي لحظه، وبينترك داووده، لا ما بينترك داووده لانه من بدايه المباراه عم بدق الباب. هيدا عباس عطوي مرر لداووده وداووده سدد، ما بيقدر يعمل لها شيء ابدا نزيه اسعد. داووده من بدايه المباراه عم بيهدد مرمى الانصار، يلي بده يدق الباب بده يسمع الجواب، وهذا يلي صار، عدل النتيجه 1-1 ورجعت المباراه انطلقت من جديد. يعني باخر خمس دقائق هدفين بهالمباراه رح يعطوا حلاوه اكثر وجمال ورونق للمباراه. بس كنت عم بقول بدكم تنتبهوا من شباب الساحل، باي لحظه بيقدر شباب الساحل يضرب، باي لحظه بيقدر يسجل شباب الساحل. كرة حاليا مع الكوراني، الكوراني بيتقدم 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 بيتقدم، الكوراني بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مش مقبول مش مقبول، وين دفاع الأنصار؟ وين دفاع الأنصار من هالكرات؟ وين دفاع الأنصار؟ اليوم حيدر عواضة منه موفق، لو موفق اليوم حيدر عواضة كان النتيجة تغيرت كثير والأمور كانت صعبة كثير على فريق الأنصار. يعني يلي عم نشوفه في مشكلة دفاعية مع غياب معتز بالله الجنادي اليوم بهالمباراة، أكيد رح يتدركها نزار محروس بين الشوطين،
في أمور كتير لا يحكيها، ولو بعد في 10 دقائق بالشرب الواضح من انفراد حيدر عوادة، من هدف داوودا، من فرص الساحل، من الكرة الرأسية حاليا لحيدر في مشكلة بدفاع الأنصار. ولا شك أنه الساحل عم يجاري الأنصار، عم يكون ند له بالوقت يلي المعطوه المرة، متسلل على الجهة اليسرى، متسلل كان المعطوه أول تمريرة حاسمة بدوري ألفا هالموسم. عم تكون إلى الحاج مالك هداف الدوري بالموسمين الأخيرين، 15 هدف بموسمه الأول بلبنان، 19 هدف بموسمه الثاني. طبعا عم بحكي على صعيد الدوري، ومثل ما ذكرت الأنصار ذهابا بالموسم الماضي كان عم يفوز 4-0 على شباب الساحل. هاتريك للحاج مالك إلى جانب هدف حسن بيطار، وبالإياب 3-2 كانت النتيجة. موني صوني والحاج مالك ايضا سجل مقابل هدفي حسن كوراني وعبد العزيز الضايم، وجدد الانطلاع على الجهه اليمنى مع العواضه. سينو بيخلي الكره معه منه لعند اللواتي، التمرات السريعه هيدي هي قلت المفتاح، هيدي قلت السلاح الفعال بشكل كبير بالنسبه للانصار. ممكن تكون بالوقت يعني في خطا ماهر عليه، ابن مدينه طرابلس هو يلي عم يدير المباراه اليوم. بالوقت يلي موني مصاب على ارض الملعب الانصار، عنده ركله حره من مكان مناسب جدا لاستعاده التقطب بهالمباراه الجميله المتكافئه. اكيد شباب الساحل عنده فرص خطيره جدا لحد الوقت، لكن الانصار ايضا الفعاليه موجوده بوجود موني والمعتوق. هيدي تمريره معتوق لموني والخطا يلي احتسب لمصلحه الرقم 20، ركله حره من مكان مناسب جدا بالمناسبه لحسن معتوق تحديدا لمحاولة إصابة الشباك، فراح ينجح المعتوق بتسجيل أول أهدافه بالدوري بقميص الأنصار من بعد ما كان سجل على هالملعب بالتحديد بمباراته أمام النجمة ضمن كأس النخبة. ولوحة جماهيرية أنصارية جميلة جدا من كل الأعمار من كل المناطق، كبار صغار عم يصرخوا أنصار وعم يحتفلوا كانوا بالهدف الأنصاري الأول. لكن ممكن من بعده نشوف هدف ثاني لأنه حسن معتوق حسام اللواتي جزيلة تنفيذ الركلة الحرة. ماهر علي عم وقف الحائط بمكانه المناسب، علي ظاهر أيضا عم يوجه زملائه بمحاولة لمنع المعتوق. في حال سجل معتوق بالتأكيد رح يكونوا 38 دقيقة مطبوعين باسمه، ليه؟ لانه المعتوق هو كان صاحب التمريره الحاسمه يلي اجى منها الهدف الاول. الركله الحره معتوق عم يتقدم عم يسدد الكره بين يدي علي ظاهر، تصدى علي ظاهر لهالكره ما كانت بالقوه المطلوبه، او خلينا نقول ما كانت بالمكان المطلوب لتفاجئ حارس مرمى شباب الساحل. غريب شو صار مع علي ظاهر، هل تعرض لاصابه خلال محاولته التقاط الكره؟ الحاج حمود علي ظاهر يبدو انه اصيب بأحد أصابع إيده خلال التقاطه للكرة، يعني من الحالات يلي بيتعرض لها طبعا حراس المرمى بشكل كبير. يعني بهالأداء يلي عم يقدمه شباب الساحل، وفي حال الساحل طبعا قدر يخرج اليوم بنتيجه ايجابيه، ما فينا نستبعد ابدا شباب الساحل من دائره المنافسه على اللقب. هيدي بالاعاده تسديده لحسن معتوق والكره يلي التقطها علي ظاهر. علي ظاهر رح يتابع والمباراه رح تتابع نحن وياكم.
على الجهة اليمنى مرة جديدة شباب الساحل مع كوليبالي بحثا عن هدف التقدم. أكيد عم نقرب أكثر وأكثر من نهاية الشوط الأول. ودايه ثلاثي المتبقي او اربع دقائق متبقي على نهايه الوقت الاصلي من الشوط الاول. عدنان حيدر بيلعب الكره الامام ترجع من اللواتي للعواضه. نصار بمركز متقدم بالوقت الحالي وعواضه عم يكون بمركز الظهير الايمن مكانه. ايضا موني عم يحافظ على كرته بعود للخلف. ممتازه من موني الرؤيه لعدنان حيدر. عدنان بيتقدم. عدنان محاصر. شوفوا كتله وحده بيدافعوا شباب الساحل. هذا امر ممتاز جدا بيدافعوا بعشر لاعبين. لاحظوا عشر لاعبين من الساحل بالحاله الدفاعيه. هيدا هو التنظيم يلي عم بحكي عنه بالوقت يلي كره اماميه ممكن يلعب العرضيه. سان عواضة العرضيه باتجاه الحاج مالك. لا تزال انصاريه. موني رح يلعبها للشبريكو بالفعل باتجاه الشبريكو. مقطوعه من زهير عبد الله مره جديده. ما في تسلل للمره. المقطوعه عم يهرب على الجهه اليسرى. المقطوعه عم يمر على الجهه اليسرى. شو ممكن يعمل المقطوعه؟ بمر رائع جدا المقطوع. انما علي عبود كان صاحي وواعي تماما. مدافع الانصار السابق عم يبلش الموسم بطريقة ممتازة. مدافع واعد جدا مع كرة الشبريكو للخلف لعند بوبكر كامارا. بدو لعند البيطار من جديد لعند النصار. الضغط البريسنج يلي عم يعمله الساحل ممكن يخليه يسجل هدف ثاني لانه عباس عطو عم ينطلق بهالكرة بشكل ممتاز. العطوي بانتظاره داوودة. لكن المرة التمريرة ما كانت صحيحة من العطوي. شوفوا بالإعادة اللي عمله المعطوب بواجهة كوليبالي كيف مر بين كوليبالي وكوراني. وهون لولا تدخل عبود كانت الأمور ممكن تكون مغايرة. على كل حال فارس عم نقرب من نهاية الشوط الأول. برأيي النتيجة عادلة بهالشوط بانتظار أكيد إذا ما تغير شيء. الدقائق 45 المتبقية رح تكون نارية من دون شك. دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي لزمن الشوط الأول وتقريبا رح يعطي دقيقتين الوقت المعتصب بدل عن ضائع مش أكثر من هيك. بعد إصابة علي ظاهر حارس مرمى فريق شباب الساحل. حاج حمود يلي عم يطلب من اللاعبين يتراجعوا. عم يطلب من اللاعبين يرجعوا يساندوا الدفاع. مع كل هجمة أنصارية ممنوع يكون في ولا لاعب من فريق شباب الساحل بمنطقة الأنصار. الكل لازم يرتدوا ليعملوا كثافة عددية ودفاعية. كرة داخل منطقة الجزاء وعلي ظاهر أصيب والحكم عم بيقول في خطأ. تدخل كان من اللواتي على علي ظاهر وسلامات لحارس مرمى فريق شباب الساحل. علي ظاهر تعرض للإصابة هون بكاحل قدمه بعد تدخل كان من اللواتي. خطأ واضح كان من حسام اللواتي. وحتى الحكم المساعد تيسير بدر عم بيرفع رايته ليعلن عن الخطأ وبطاقة صفراء للواتي. اللواتي عم بيحصل على انذار بهالمباراة. انذار لكوليبالي السنغالي وانذار للواتي التونسي لهلأ بهالمباراة. الفريقين متعدين بالنتيجة بالأهداف وبالبطاقات. بطاقة هيدا الشوط الأول عنوانه التعادل بكل شيء. حسام ما بينفع الاعتراض ما بينفع شيء ابدا. الحكم عطى البطاقه الصفراء. خلص انسى البطاقه وركز. علي ظاهر رح يرجع يقوم لمتابعه المباراه. هذا التدخل يلي صار. حسام كان عم بجرب ياخذ الكره قبل ما يوصلها علي ظاهر. الانذار لحسام اللواتي وعم نقرب من نهايه الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول. محمد حديد الحكم الرابع يلي عم بحضر حاله ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع. يعني الحكام بيحكوا مع بعض. ابو بكر كمارا بيشتت بيبعد الكره لخارج الملعب. ثلاث دقائق بعد اصابه علي ظاهر الاخيره صاروا ثلاث دقائق. كانوا دقيقتين مثل ما توقعنا. بس إصابة علي ظاهر الأخيرة بعد الاحتكاك مع حساب اللواتي الحكم اضطر يرفع ثلاث دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع. ثلاث دقائق قدام الأنصار قدام الساحل لنهاية الشوط الأول. هل رح تبقى النتيجة على حالة أو رح تتغير بين الفريقين؟ جمهور الأنصاري منه راضي أبدا عن التعادل بده ربح
بده ينطلق، ما بده يكون بعيد ابدا، 5 نقاط عن فريق النجمة. نصار نصار يلي غير جهة، صار على الجهة اليسرى نصار نصار، وكرة بالحج مالك لخارج الملعب. شوفوا الحج حمود كيف بهني الكوراني، كيف بشجع الكوراني، ما بيسكت ما بيهدى، بيرجع بعد كل مباراة ما في صوت، مبحوح على الاخر. حج حمود من افضل المدربين اللبنانيين يلي موجودين اليوم. عباس عطوي الحكم بيقول ما في خطأ، بيكمل حسين عواطة، دخلنا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، اول دقيقة ونص انتهوا. المحاولات الأخيرة لفريق الأنصار، حسين عواطة على الجهة اليمنى، حسين عواطة، حسين عواطة وعلي عبود، وبالنهاية في خطأ الحكم بيقول لصالح فريق شباب الساحل، علي عبود يلي بيحصل على الخطأ. كتير اشي عنده يقول نزار محروس لفريقه، كتير اشي عنده اياها الحاج حمود كمان يقول للاعبي فريق شباب الساحل. هذا الخطأ هون يلي صار على حسين عواضة. نرجع منذكر سوني سعد ما بيقدر يشارك بمباراة اليوم، غايب بسبب الإصابة، مثله مثل معتز باللهج نادي، ومثله مثل عبد الله طالب. معقول كتير نشوف عبد العزيز نداي بالشوط الثاني من المباراة حسب مجريات اللقاء. الشبريكو، الشبريكو بيحصل على رمي التماس، كرة حاليا مع الشبريكو لموني، موني بغير اتجاه الكرة لعند حسن بيطار، حسن بيطار للواتي، اللواتي لعند عواضة، عواضة تراجع لمركز الظهير الأيمن، ونزل نصار نصار بدلا منه بس بمركز الجناح الأيسر، يعني غيروا جناح وبينقل المعتوق لتاني ميل. كرة عالية لداخل منطقة الجزاء سهلة لعند نزيه أسعد يلي بيطلع من مرمي الحكم ماهر العلي عم يطلع على ساعته ليعلن نهاية الشوط الأول، وهيدا الشيء اللي بصير. الشوط الأول يلي عم ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. ربع ساعة رياحة، ربع ساعة بريك، ربع ساعة للاعبين ليأخذوا تعليمات جديدة ويرجعوا وينطلقوا بالشوط الثاني مع 45 دقيقة رح تكون حاسمة بالنسبة للأنصار وبالنسبة لشباب الساحل. خليكم معنا بريك ومنرجع مباشرة من طرابلس. عودي معكم مشاهدينا إلى ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس، عودي إلى مباراة الأنصار وشباب الساحل يلي بالشوط الأول كانت عم تنتهي بالتعادل 1-1. الحاج مالك بعد تمريرة حاسمة من حسن معتوق كان عم يفتتح التسجيل للأنصار، من بعد عباس عطوي كان عم يوضع داوود ديامي أمام المرمى، والسنغالي كان عم بيرد على مواطن وعم يسجل هدف التعادل لشباب الساحل. المباراة بالشوط الأول كانت جميلة جدا، مليئة بالفرص تحديدا من ناحية شباب الساحل، وطبعا حيدر عواضة مهاجم الساحل كان له فرصتين يعني مهمين جدا لتسجيل، إنما ما قدر يوصل للشباك. الساحل كان عنده فرص أخطر، لكن التعادل كان هو العنوان مع نهاية أول 45 دقيقة. انطلاق الشوط الثاني بالأثناء، وطبعا الكرة الأولى أنصارية، ما في أي تبديل على تشكيلة الفريقين. رح أذكر سريعا صاحب الضيافة الأنصار بمثله اليوم بحراسة المرمى نزيه أسعد، نصر نصار، أبو بكر كمارة، حسن بيطار، شبريكو، عدنان حيدر، حسام اللواتي، حسين عواضة، الحاج مالك، حسن شعيتو موني، وحسن معتوق. أما من ناحية شباب الساحل فهناك علي ظاهر بحراسة المرمى، محمد حمود، علي عبود، كوليبالي، وزهير عبد الله بخط الدفاع، حسين رزق، عباس عاصي، عباس عطوي بخط الوسط، حسن كوراني وداوود على طرفي الملعب، وامامهم المهاجم الوحيد حيدر عوضة. اذا بذكر انه في مباراة عم تقام بهالاثناء ايضا بملعب حمدون، الشوط الاول منها كان انتهى بتقدم الصفا بنتيجة 2-0. أكيد رح يكون لنا متابعة أول بأول للي عم بصير.
الوقت يلي هون عم تشوف الاصطدام يلي حصل والإصابة يلي كان تعرض لها محمد حمود ظهير أيسر الأنصار السابق بالمناسبة. نزار محروس المدير الفني لفريق الأنصار. حمود راح يعود إلى أرض الملعب بهالأثناء واللاعب عم يستأنف. وهذا الحاج محمود حمود مدرب فريق شباب الساحل بوقت يلي حسين عواضه بحاول يقترع على الجهه اليمنى. حسين عواضه الكره عم بتطول عنه لكن الى ركله مرمى. عم يطالب حسين عواضه كان بركنيه. الحكم عدنان عبد الله كان ضبط الحاله وقال ركله مرمى عند علي ظاهر. بالمرحله المقبله الانصار من المفترض يفتتح المرحله يوم الجمعه المقبل بمواجهه الصفا بينما الساحل مفترض انه يلعب الاحد امام ضيفه التضامسور. اكيد تقدروا تتابعوا على ام تي في عبر السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام وتويتر وطبعا البروميات الخاصه بالمباريات عبر شاشتنا لتعرفوا اي مباريات راح تكون منقوله بالاسبوع الثالث. مع اللواتي بيخطف الكره منه لعند موني. موني بيلعب الكره الاماميه باتجاه المعتوق لكن زهير عبد الله هو يلعب وقف هجمه الانصار بحافظ على كرته. زهير للحمود باللمسه واحدة لعباس عطوي ايضا لمسه جميله من العطوي لعند حسين رزق واحد من ابرز نجوم الشوط الاول رقم 11 كان عم يعمل شغل كبير بالشوط الاول على صعيد السماح لشباب الساحل بكسب بعض المعارك ضمن الحرب الكبيره يلي كانت قائمه للاستحواذ بوسط الملعب. كوليبالي عنده انذار كوليبالي بالشوط الاول. كره على الجهه اليمنى زهير عبد الله للخلف علي ظاهر سريعا ببعد الكره تبقى عند الانصار بتروح. ما في تسلل في تسلل في تسلل على الحاج مالك في تسلل على الحاج مالك بالكره الاخيره. حاول الحاج مالك يهرب ويكسر مصيدة التسلل بمحاوله لتسجيل ثاني اهدافه بمباراه اليوم. الوقت يلي فيها الكره داخل منطقه الجزاء لشباب الساحل. حيدر عواضه يعني طبعا بالوقت يلي المعتوق عم يلعب الكره جميله لحاج مالك. الحاج مالك بطريقه لانفرد الحاج مالك الحاج مالك الحاج مالك بلالتي 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 ركله جزاء ركله جزاء فعلا للحاج مالك نجم المباراه بدون منازع بالثنائيه مع حسن معتوق بالثنائيه مع حسن معتوق. الثنائيه الرهيب اليوم عم تحمل بلالتي للانصار. قلت لكم جلاد شباب الساحل 8 أهداف أو 5 أهداف للحاج مالك بثلاث مباريات الأخيرة أمام شباب الساحل. بالإعادة مرة جديدة علي عبود هو يلي واكب الحاج مالك وهو يلي عرقل الحاج مالك. 5 أهداف بـ3 مباريات للحاج مالك أكيد راح تشوفوها أكثر بالإعادة للبينالتي. والحالة يلي من خلالها كان في احتكاك بين علي عبود والحاج مالك وحصل الحاج مالك على بينالتي. ومين راح ينفذ البينالتي؟ حسن معتوق تحت انظار جمهور الانصار صاحب التمريره الحاسمه بالشوط الاول للحاج مالك. بفضله الانصار تقدم بالشوط الاول للرقم 7 هو يلي راح يكون طبعا عم ينفذ البينالتي المعتوق بمواجهه علي ظاهر. مين راح يفوز بهالمواجهة بهالمبارزة؟ هل هو نجم الأنصار؟ هل هو حارس شباب الساحل؟ حسن معتوب انتظار صافرة الحكم ماهر العلي عم يتقدم المعتوق 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 جول رجل المباراة بتمريرة حاسمة بلمسة ساحرة بالبنالتي اللي حصل عليها الحاج مالك وهو عم يسجلها
الرقم 7 10 على 10 بمباراة اليوم. حسن معتور رجع للتألق، رجع للأضواء، عم يأكد مرة جديدة إنه هو النجم فوق العادي. لمسته للحجمالك هي اللي جابت البنالتي، تمريرته للحجمالك هي اللي أعطت التقدم ببداية المباراة وبهدفه حاليا. الأنصار عم يتقدم 2-1، الأنصار عم يستعيد التقدم. الساحل مطالب طبعا برد فعل، الساحل تحت الضغط، الساحل من المفترض فارس إذا ما أراد البقاء بأجواء المباراة ممنوع يقع بفخ الشوط الأول، وهو إهدار الفرص الكبيرة وإضاعة الفرص الكتيرة. تقدم الأنصار 2-1 وجمهور الساحل عم بيتحسر على الفرص يلي أضاعها حيدر عواضة من بداية المباراة. يعني بالشوط الأول فرصتين، بالشوط الثاني فرصة وكان المرمى مشرع قدامه. حيدر عواضة يمكن هالفرص يلي عم بيضيعها عم بتكلف فريقه كتير. على كل ما بعرف قديش عبد العزيز الداي رح يقدر يشارك او لا. جاد حسين عم بيأدي عملية التحمية بصفوف فريق شباب الساحل، والكرة داخل منطقة الجزاء. حاليا الساحل بده يحط كل تقله بالهجوم، الانصار بده يعتمد اكثر واكثر على الهجمات المرتدة ليقدر يسجل هدف ثالث وينهي معها المباراة. الامور تصير اصعب واكثر على الساحل بحال الانصار قدر يسجل هدف ثالث. خلينا نتابع المباراة بعدها ببداية الشوط الثاني، بعد في وقت كثير لنحكي. كرة حاليا على الجهة اليمنى مع عباس عطوي، عباس عطوي معه الشبريك، وعباس عطوي بمرر كرة أمامية للكوراني، كوراني بجرب يرفع الكرة الكوراني، بيحصل على ركلة ركنية فريق شباب الساحل. حاليا من بعد الهدف الساحل طبيعي انه يهاجم، طبيعي انه يضغط، طبيعي انه يجرب محاولاته على مرمى فريق الأنصار. التبديل صار جاهز من ناحية فريق شباب الساحل، وجاد حسين يلي عم يستعد لينزل لأرض الملعب. ركلة ركنية بنفذها عباس عطوي، كرة أمامية من كوليبالي، سير رزق نونا، نونا بيتقدم 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 بالكرة ورمي تماس لفريق الأنصار. الأسبوع الماضي جاد حسين كان عم ينزل كلاعب احتياطي بدلا من حسين رزق، ما بعرف اليوم التبديل بدلا من مين رح يكون. رمي تماس، محمد حمود، كرة أمامية ما زالت مع فريق شباب الساحل. عباس عاصي بيخسر الكرة، بتروح لعند علي عبود، علي عبود بيلعب الكرة الساقطة داخل منطقة الجزاء، الضغط موجود، الساحل عم بيضغط، الأنصار مع الهجمات المرتدة. الله على هالتمريرة لنصار، نصار 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 بيتقدم، نصار نصار بده يلعب الكرة، بده يمرر لموني، موني داخل منطقة الجزاء للحجمالك، الحجمالك بيسدد بالشباك الخارجية وفي ركلة ركنية خطرة كثير كانت الهجمة المرتدة لفريق الأنصار. التبديل رح يكون بدلا من حيدر عواضة، يلي توقعت أنا إنه حيدر يصير التبديل باعتبار ما إنه موفق بمباراة اليوم. بيمرق على اللاعب إنه ما بيكون موفق، هذا الشيء اللي كان مع حيدر بمباراة اليوم. والحاج حمود عم بيعاتب حيدر عواضة، شو بعد بدك؟ وصلت الطابة قدامك لتسدد، ما سددت، بعده عم بيكسر كان الكرة، وكانت النتيجة 1-1، كانت تغيرت الأمور كتير كتير كتير. كوليبالي بيبعد الكرة لعند نصار، نصار بيلعب الكرة لعند المعتوق على الجهة اليمنى، المعتوق بيتقدم، بيتقدم المعتوق، بيدخل منطقة الجزاء، المعتوق بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، علي عبود بيبعدها، اللواتي بيوصل للخطر موجود، ما زالت كرة مع اللواتي، اللواتي بيرجع لعند الشبريكو، اللواتي بيتعرض للإصابة، الشبريكو حط الكرة خارج الملعب، اللواتي على أرض الملعب. خلينا نرجع نشوف الإعادة هون. نصار نصار فضل انه يمرر لموني، موني للحج مالك، ما كان في تسلل ابدا، والتسديده يلي كانت من فريق الانصار كان بيقدر فريق الانصار يعلي النتيجه ويضاعف النتيجه ل3-1. ركلة حرة لفريق الأنصار مع جمهور الأنصار يلي ما عم بيسكت أبداً، عم بيشجع فريقه من بداية المباراة. ناطر هدف جديد، هدف يقدر يأمن 3 نقاط. كرة بتتنفس داخل منطقة الجزاء،
الله جول 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 اللواتي عم يلعب الركلة الحرة المباشرة ودغري من اللواتي مباشرة على يسار الحارس علي ظاهر هيدا الأنصار رجع الأنصار رجع الزعيم رجع لسكة الانتصارات 3-1 كمان مرة تسديدة اللواتي ما حدا لمسها وقدر اللواتي يسجل الهدف بالركلة ذكية حلوة كتير والأنصار عم يتقدم 3-1 على فريق شباب الساحل بداية أكثر من مثالية بالشوط الثاني مع بطاقة صفرة رح تكون ناطرة محمد حمود بعد الخطأ يلي ارتكبوه بداية مثالية بأول 10 دقائق الأنصار عم بيسجل هدفين بالشوط الثاني وهيدي الأمور واضحة نصار على أرض الملعب من بعد ما تعرض لهالإصابة والأجواء شوي شربل تشنجت على أرض الملعب باعتبار أنه كانوا عم بيطالبوا ببطاقة حمراء لمحمد حمود صحيح يعني خطأ محمد حمود بحق نصار كان قاسي نصار العائد من الإصابة لكن الأهم أنه الأنصار من نار عم بيعود طبعاً بهالمباراة بنشوف الإعادة هون نصار وتدخل حمود على كحله لنصار مباشرةً كرمال هيك كانت مطالبات الأنصاريين بالبطاقة الحمراء نصار رح يقدر يتابع 3-1 النتيجة للأنصار مرتاح كتير ملا بداية نارية أنصارية بالشوط الثاني الأخطر عم يستعيد ربيعه بالوقت يلي في كرة أمامية هون مجاهد حسين عم يتدخل أمام نصار الساحل مع حسين رزق عم يحاول يهاجم حسين رزق بمجاهد اللواتي 5 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بحمدون والنتيجة لا تزال على حالة 2-0 تقدم الصفا على الشباب الغزية الصفا طبعا بعد النتيجة رح يرفع رصيده إلى 4 نقاط بما أنه كان تعادل سلبا بالمباراة الأولى أمام الإخاء الأهلي عليه بينما الغزية رح يكون وضعه محرج بشكل مبكر مع تلقيه خسارته الثانية عباس عطوي مصاب على أرض الملعب نجم فريق شباب الساحل بالوقت يلي جمهور الأنصار وطبعا الألترس الأنصاري بالمقدمة بحالة احتفالية والفرحة يلي كانت جنونية طبعا بعد الهدف الثالث للواتي بالوقت يلي جاد حسين عم يتلقى الكرة على الجهة اليسرى جاد بحاول يسيطر على كرته جاد شو ممكن يعمل بهالكرة بتروح لعند العطوي بحاول يمر عباس عطوي صعب المرور راح يكون عن البطار رمي التميس بالوقت يلي ماهر العلي بحديث مع الحاج حمود يعني بصراحة اعتراضات الساحليين ما بتنفعهم بهالوقت رح توتر الجو أكثر بالوقت يلي الفريق بحاجة لتركيز كبير اليوم الأنصار عم يكشف عن وجهه الحقيقي عم يكشف عن وجهه الأصلي مع الحاج مالك لواتي مقطوع الكرة من حسين رزق أيضا إلى خارج أرض الملعب رمي التماس رح تكون لمصلحة الأنصار مباراة كبيرة للنجم التونسي اليوم ما تتخيلوا المجهود الرهيب يلي عم يعمله على أرض الملعب حسام اللواتي حسين عواضة مع رمية التماس دائما الأنصار يعني ملعب طرابلس البلدي وجه خير على الأنصار هون على هالملعب وآخر مبارياته كانت أمام النجمة بكأس النخبة فاز أيضا بنتيجة 3-1 وقتها موني اللواتي ومعتوق هني اللي سجلوا يعني ناقص موني سجل اليوم نكون عم نشوف سيناريو على صعيد التسجيل بملعب طرابلس
مشابه للمباراة أمام النجمة بكأس النخبة بالوقت اللي شباب الساحل حاليا عم يجرب ينظم صفوفه ويهاجم. التدخل الممتاز من البيطار، عالي جدا البيطار اليوم عم يقدم مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية بالوقت اللي الانطلاقة عم تكون من نجم اللقاء الأول من دون منازع هو حسن معتول. معتول 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 للحج مالك، فرصة هدف ثالث الحج أو رابع الحج مالك، والتسديد من اللواتي بعيد يا لواتي، بعيد يا لواتي، التسديد اللي كانت فعلا قوية. موسى الطويل واحد من اللاعبين يلي عم يقوم بعملية تحوية لجانب محمود كشك وحسن حمود طبعا. رمي تماس، شوف الساحل ما بده يضيع أي ثانية، ما بده يضيع أي لحظة. شباب الساحل بطل كأس لبنان موسم 99-2 عم يلاقي نفسه متأخر بفارق هدفين. كرة للخلف لعند الشبريكو، صحيح دفاع الأنصار ببداية المباراة كان عنده هفوة أمام حيدر عوادة تحديدا يلي انفرد وما سجل بمرمى نزيه أسعد بعدها، وخصوصا مع التبديل الاستراتيجي اللي قام فيه نزار محروس، إعادة حسين عوادة بمركز الظهير الأيمن مقابل انطلاق نصار نصار ليكون بمركز الجناح الايمن، فاد بشكل كبير، سرع ايقاع اللعب. شوف نصار وين موجود، هو اعطى الكره للمعتوق يلي بغير اتجاه اللعب باتجاه موني عبد القطع المرتد، الكاونتر اتاك مع العطوه بيلعبها لعند الكوراني، سريع الساحل بالارتداد، عاده بيكون كوراني، كوراني بطأ اللعب لكن بعد الكره معه، الكوراني بحاول ينطلق بسرعته امام الشبريكو، التغطيه ممتازه عم تكون من الشبريكو. لاعبي الانصار اذا مثل ما عم نشوف عم يقوموا بعمليه التحميه مع مدربهم نبيل بعلبكي، العائد ايضا ليكون موجود مع الفريق. شبريكو اليوم عم يحمل شارة قياده الانصار بغياب معتز بلهج نادي، هو اقدم لاعبين الموجودين على ارض الملعب من الناحيه الانصاريه. طبعا الانصار اللي كان عنده سلسله من التعاقدات والاسماء اللافته جدا يلي وصلت للفريق، اضافه لحسن معتوق هناك جهاد ايوب الموجود طبعا على البنش، ايضا اياد حمود من اللاعبين المنتظرين، الفريدو جريديني، وهيدا جهاد ايوب هو يلي رده راح يكون التبديل الاول الانصاري. بالفعل موجود اصبح على خط الملعب ليدخل جهاد، لاعب وسط مميز جدا بيقدر ينظم اللعب بشكل منيح مع داوودة على مشارف منطقة خطير، داوودة بالست، داوودة عم ترتد الكرة، والمحاولات الساحلية فارس عم بتزيد عم تكتر، الساحل عم يجرب يقلص النتيجة بعده مآمن بحظوظه بالخروج أقله بنقطة بهالمباراة، بالوقت يلي مباراة الصفا والغزية عم تنتهي بفوز صفاوي بهدفين نظيفين. فريق الصفا يلي عم يرفع رصيده لأربع نقاط بعد تعادله الأسبوع الماضي مع الإخاء الأهلي عليه، وجهاد أيوب يلي عم يدخل بدلا من نصار نصار بأول تبديل من ناحية فريق الأنصار، وثاني تبديل بالمباراة كان سبقه تبديل جاد حسين من فريق شباب الساحل. ركلة حرة لفريق شباب الساحل بهالوقت عن طريق محمد حمود، محمد حمود يلي راح ينفذ الكرة ويلعبها داخل منطقة جزاء الحج مالك، بيبعد الكرة الرأسية، ما زال الضغط ساحلي والهجمات مرتدة للأنصار، 3-2 اللواتي، الحج مالك وموني بيتقدم، اللواتي اللواتي اللواتي، له يا حسام، شوفوا نزار، شوفوا نزار محروس، كان بيقدر الأنصار يتصرف أفضل من هيك، اللواتي لمح إنه علي ظاهر متقدم عن مرمي، جرب ياخذ المبادرة على عاتقه، الهجمات المرتدة لفريق الأنصار خطرة كثير، معقول نشوف بعد أهداف لفريق الأنصار، والحج مالك يلي بيسدد فيرست تايم، كرة على الطاير، فولي بعيدة عن مرمى علي ظاهر، علي ظاهر على السريع عم بيلعب الكرة، هيدا اللواتي هون لمح علي ظاهر متقدم، فضل يلعب الكرة لوب ما نشحت. النتيجة ما زالت 3-1، الأنصار بأمان
مع الهجمات المرتدة الخطرة يلي عم بتكون. جاد أيوب بيخسر الكرة، أول كرة بيلمسها داوودا، أفضل لاعبي الساحل بمباراة اليوم داوودا 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 داوودا، بيتقدم وبيخسر الكرة بالنهاية داوودا قدام أبو بكر، بتروح الكرة لركلة مرمى لنزيه أسعد، ركلة مرمى بهالوقت لحارس مرمى فريق الأنصار، حارس طرابلس السابق اللي انتقل هالموسم ليكون مع فريق الأنصار. نزيه أسعد بيلعب الكرة عالية، بيطلع علي عبود والحاج مالك، الكرة مع الحاج مالك اللي بيلعبها أمامية لموني، بس في زهير عبد الله. فريق الأنصار صار بده ينتبه أكثر على منطقته مع الاعتماد أكثر وأكثر على الهجمات المرتدة اللي رح تشكل خطر كثير كبير مع سرعة الحاج مالك، سرعة اللواتي. حسين رزق نونا بيخسر الكرة، ترجع لعند جاد حسين بيلعب الكرة لنونا، نونا عليه لعبين، عليه لعبين، بيطار بيبعدها بالوقت المناسب، محمد حمود منه لعباس عاصي، عباس عاصي الكرة لداوودا، عباس عطوي فرصة لفريق شباب الساحل، فرصة لفريق شباب الساحل، الله شو حلوة شو حلوة هالكرة، وبالنهاية عباس عاصي عم بيسدد الكرة إلى يسار نزيه أسعد بس ما صاب المرمى. اليوم فرص الساحل كانت خطرة كتير كتير كتير، شوفوا هاللعبة الحلوة اللي بالنهاية تسديدة حد مرمى نزيه أسعد. ألعاب وانطو ممتازة خاصة مع داوودا ديامي اللي عم بيلعب اليوم واحدة من أفضل مبارياته، وكنت عم بخبركم إنه ببداية المباراة هيدا مكسب لفريق شباب الساحل، هاللاعب يلي انتقل من فريق البقاع وانضم لفريق شباب الساحل نزيه أسعد على أرض الملعب. بس هدف الريحة شوي بتصور يعني ما في إصابة لنزيه. بهالوقت نزار محروس بيستغل توقف المباراة ليعطي تعليمات للاعبينه. 68 دقيقة على بداية المباراة، 23 دقيقة على بداية الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط مثالي لفريق الأنصار، تغير كل شيء بالنسبة لفريق الأنصار يلي عجز عنه شربي الأنصار بالشوط الأول تمكن أنه يعمله بالشوط الثاني هدفين، والألتراس كمان الأنصارية يلي من بيروت إلى الشمال إلى طرابلس عاصمة الشمال لمواكبة فريق الأنصار. وأيضا الأمر اللافت العنصر النسائي بالألتراس الأنصاري يلي مع موقف تشجيع بهالأثناء، فريق متقدم 3-1، فرحة أنصارية كبيرة يعني طبعا بيستحق المشوار من بيروت إلى طرابلس اليوم بالنسبة للأنصاريين، لأن أول 3 نقاط بدوري ألفا راح تروح للفريق الأخضر في حال قدر حافظ على النتيجة، ومتقدم 3-1 قبل 21 دقيقة على نهاية المباراة. اللواتي مصاب على أرض الملعب، حسين رزق عم يطمن عنه بكل روح رياضية، كل السلامات لأفضل ممرر للكرات الحاسبة بالموسم الماضي حسام اللواتي. هذا جمهور الأنصار أمامنا، وطبعا اللون الأخضر الطاغي على المدرجات، حضور كبير لجمهور الأنصار إلى يمين المنصة الرسمية، تقدروا تشوفوا بالشاشة العدد الكبير من جمهور الأنصار، قاعدة جماهيرية كبيرة بطبيعة الحال بالشمال للأنصار. وطرابلس يلي دائما جمهور الأنصار بحب يسميها قلعة الأنصاريين، هون بالإعادة تدخل حسين رزق على حسام اللواتي، واحد من أفضل لاعبي شباب الساحل اليوم بالمباراة حسين رزق. خطأ كان واضح لمصلحة الأنصار يلي عنده حاليا رمي التماس، المعتوق رح يترك الكرة لحسين عواضة، هو يلي رح يتقدم، عم ياخذ كل وقته حسين عواضة لتنفيذ الأوت، هيدا أمر طبيعي، هيدا أمر منطقي مع المعتوق، المعتوق على الجهة اليمنى بيحاول يلعب العرضية، حسن معتوق لاعبين على المعتوق، حسين رزق عم يتدخل مرة جديدة هون، عم يحط الكرة خارج أرض الملعب بعد احتكاكه بمعتوق، حكم ما احتسب خطأ هون، شوفوا
الحالة بالإعادة، أكيد كل الحالات المثيرة للجدل بكرة بالموعد الأسبوعي المتجدد جولدن بول الساعة 5 بعد الظهر مباشرة عبر شاشة الام تي في، ملخص لكل المباريات وأيضا الحالات التحكيمية بحسب تقرير لجنة الحكام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم. كوليبالي تحت ضغط الحاج مالك بحط الكرة بالاوت. بيطار بالخلف من الحسين عوادة عاد يعمل البريسنج شباب الساحل بوسط الملعب مع جاد الحسين، هو اللي عم يضغط على المعتوق، المعتوق بحاول يمر لكن الحمود عم يقطع الطريق، عم يقطع الطريق محمد حمود كان بالكرة الأخيرة. حسن معتوق مرة جديدة أيضا مقطوعة من محمد حمود. جهاد أيوب بالعالي فوق الكل كان عم يلعب هالكرة بالرأس مباشرة إلى خارج أرض الملعب. علي عبود كرة للأمام مقطوعة من أمام مع عباس أطول لكن في خطأ كان عم يرتكبه جهاد أيوب. أيضا عباس عاصي كرته مقطوعة، أنصار في حال سجل هدف بدون شك رح يقدر يقضي على المباراة، يقضي على أمال شباب الساحل بهاللقاء بالوقت اللي فيه احتكاك على ارض الملعب على ما يبدو بين زهير عبد الله وجهاد ايوب. ماهر العلي راح يتصرف مع اللاعبين والانذار راح يكون بانتظار قائد الساحل. متوتر جدا زهير عبد الله. شوف حسين عواضة حتى عم يمنعوا لزهير عبد الله انه يتوجه لجهاد ايوب. انذار لجهاد ايوب وانذار لزهير عبد الله. رح تشوفوا بالاعاده اللي صار هون تدخل عباس عاصي على عدنان حيدر ومن بعده هون زهير مع عدنان وتدخل جهاد ايوب ليبعد زهير عبد الله عن عدنان حيدر. الامور محتدمه كانت، ماهر العلي برايي تصرف بطريقه صحيحه فارس وانذر اللاعبين وقطع الطريق على اي اشكال كبير وما نقصنا بصراحه لا اشكالات ولا قطع طرقات. يعني البطاقات كثيره بهالمباراه عم بتزيد اكثر واكثر، اهداف كثيره، مباراه حلوه عم نتابعها من ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس، مباراة الأنصار وشباب الساحل ضمن الأسبوع الثاني من دوري ألفا. جاد أيوب بيخسر كرة بتروح لعند داوودة، داوودة 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 بمرر لعباس عطوي، عباس عطوي معه جاد حسين بيلعب الكرة لعند جاد حسين، جاد تأخروا كثير بهالكرة بتروح لعند المونة حسين رزق. زهير عبد الله، زهير عبد الله بيلعب الكرة عالية بيبعدها أبو بكر كمارة للواتي، اللواتي لموني، موني بياخذ الكرة بطريقة ذكية كثير للحج مالك، الحج مالك بيتقدم منه للواتي، مثلثات حلوة كثير، فنيات رائعة نشوفها، تمريرات مدروسة بأرض الملعب. الشبريكو، الشبريكو بفضل يرجع لنزيه أسعد، نزيه أسعد منه للبيطار، البيطار لجهاد أيوب على السريع لعند حسين عواضة. التبديل يلي عمله نزار محروس يشهد له بالشوط الاول، فعلا تبديل مع حسين عواضة يلي رجع واخذ مركز الظهير الايمن، نصار نصار على مركز الجناح الايسر وحسن معتوق قلب على مركز الجناح الايمن، بلش يعطي مفعوله هالتبديل. جهاد ايوب معصب بده يروق جهاد ايوب، النتيجه لصالح فريقه 3-1، ما في لزوم ابدا للعصبيه على ارض الملعب، النتيجه لهلا انصاريه قبل ربع ساعه لنهايه المباراه. عباس عطوي، عباس عطوي بيرفع الكره وكوليبالي بيحصل هون على ركله ركنيه
عباس عطي أونيغا وسوني سعد المصاب يلي خبرتكم شو صار معه. سوني يلي غيب عن مباراة اليوم وعن التشكيلة الأساسية لفريقه، ما رح يقدر يشارك بمباراة اليوم أبدا. ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، بيلعبوا الكرة داخل منطقة جزاء. الحج مالك موجود على باب المرمى ليبعد الكرة، ليشتت الكرة. زوير عبد الله بزالت الكرة مع فريق الساحل. الساحل ما عم بيستسلم، عم بجرب يقلص الفارق. إذا بده يرجع للمباراة لازم هلأ يقلص الفارق. شباب الساحل كل ما الوقت عم بيمرق كل ما هالشيء عم بيكون لصالح فريق الأنصار. نزيه أسعد، الحكم بيقول في خطأ على داوودا. نزيه أسعد يلي رح ينفذ الخطأ. ماهر علي يعني هيدي بالإعادة الأمور يلي صارت، عمل خطأ ليربح وقت يعني دغري، ليخليه لحارس المرمى يحط الكرة وينفذ الكرة بأسرع وقت. برجع بنكون العصبية واضحة على الفريقين، خاصة على لاعبي فريق شباب الساحل اللي عندهم كان فرصة ذهبية ليتقدموا 2-1 وقت كانت النتيجة 1-1. من بعد الأمور تغيرت وقدر الأنصار يتقدم بهدفين سريعين كانوا ورا بعض. داوودا 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 على الجهة اليمنى. داوودا شو بده يعمل لحاله؟ داوودا بده مساندة، بده حدا يكون معه. كوراني 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 ما رح يقدر ياخذ الكرة ابدا، بيخسرها من جهات ايوب، تنتقل سريعة لعند موني. موني مع مهارات فردية عالية بس بيخسر الكرة. موني كمان مع شباب الساحل. كوراني عم بيقوم بمجهود من بداية المباراة بس مجهود الكوراني ما عم بيكون كافي ابدا لفريقه يقدر يترجم الفرص اللي سنحت له. شبريكو شبريكو بده يشتت، لازم يشيل الكرة شبريكو. هيدا الشيء اللي بصير، بيبعد الكرة شبريكو. عباس عطبي موجود، حسين رزق نونا، تبديل عم يتحضر بصفوف فريق شباب الساحل. مصطفى كساب التبديل الثاني للحش حمود بهالمباراة، بينما بعده نزار محروس على تبديل وحيد وهو جهاد ايوب يلي دخل. جاد حسين بيلعب الكرة لعند محمد حمود، محمد حمود بياخذ الكرة وبيحصل فريق الانصار على لمسة يد. والتبديل الساحلي بهالوقت يلي رح يكون زهير عبد الله خارج ارض الملعب وبدلا منه مصطفى كساب. مصطفى كساب اذا رح يدخل مكان زهير عبد الله. مصطفى كساب لاعب بيلعب بقدمه اليسرى، رح نشوف مين رح يتحول ليكون ظهير ايمن على الارجح. عباس عاصي فعلا، عباس عاصي عم يصير ظهير ايمن. مصطفى كساب راح يكون موجود امام الخط الدفاعي بمركز الوسط المدافع. لاعب العهد السابق تعودنا نشوفه كظهير ايسر، بالوقت يلي كره اماميه هون باتجاهه للكوراني. كالفن داو ايضا عم يتحضر للدخول من ناحيه شباب الساحل، لاعب ايضا بيلعب بقدمه اليسرى. ممكن بدل محمد حمود، هيك بيكون الحاج حمود سحب الظهيرين يلي بدأ فيهم المباراة بشكل أساسي مع حسن معتوق. المعتوق مرة كرته معتوعة على حسن معتوق من مصطفى كساب، ترجع لمصطفى سريعا باللمسة واحدة لعند حسين رزق. نونا يتقدم بوسط الملعب للأمام لعباس عطوي، ممتاز عباس عطوي بالرؤية بيصلحها لعند عباس عاصي، بتروح لعند داوودا 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 بجرب يتقدم، بيلعب الكره لعند العطوي، مقطوعه من رشيد الصلاب. الدفاع الانصار هي كلمه السر بمباراه اليوم، هي مفتاح الانتصار بالنسبه للانصار مع الحاج مالك اللي عم ينطلع حاليا على الجهه اليسرى. حاج مالك بيسلم اللواتي بيقول له انت تصرف. حسام بيلعب الكره، ما في تسلل ما في تسلل، الحكم عم بيقول تسلل. عدنان عبد الله عم بيقول تسلل على موني، وكأني شفت ما في تسلل بالحالة الأخيرة. بالوقت تبديل راح يحصل أيضا تبديل أنصاري، عم يتحضر محمود كجوك، عم يتحضر للدخول حسن كوراني. الحاج حمود عم يختار حسن كوراني للخروج، وكالفن داو
عم يدخل مكانه، وبالتالي جاد حسين رح يصير جناح أيمن، وكالفن داو رح يكون موجود بمركز الجناح الأيسر. لعب البقاع السابق يلي كان له أو مرق بفترة قصيرة بنادي الأنصار قبل انطلاق الموسم، كان وقع مع الأنصار لكن عاد الأنصار وفك الارتباط مع كالفن داو يلي توجه إلى شباب الساحل. بالإعادة مرة جديدة حالة التسلل، الكاميرا أكيد وضحت الأمور بشكل كبير بهالحالة. أبو بكر ليو كامارا رح يقدر يتابع اللعب، وقائد الأنصار بمباراة اليوم الشبريكو هيدا أبو بكر كامارا، واسم أبو بكر كامارا اللي منتشر بشكل كبير بملاعب كرة القدم بالعالم مع منتخب غينيا. المدافع أبو بكر كامارا بيلعب أيضا مع كلوم ستار ببلاده. أبو بكر كامارا لعب سيدي بوزيد بتونس، أبو بكر ديمبا كامارا لعب ترواه بفرنسا، وهناك طبعا أبو بكر كامارا لعب فولان بإنجلترا، وقبلهم طبعا أشهر اسم على هالصعيد هو أبو بكر تيتي كامارا مهاجم منتخب غينيا اللاعب أيضا مع عدة أندية فرنسية وإنجليزية. محمود كوجوكا عم يتحضر للدخول، على ما يبدو رح يدخل مكان الحج مالك. فعلا مكان الحج مالك عم يدخل محمود كوجوك. التبديل الثاني للأنصار بمباراة اليوم قبل 7 دقائق ونص على النهاية، 3-1 مرتاح الأنصار وبطريقه لتحقيق انتصاره الأول بالموسم الجديد. انتصار أكيد أداء ونتيجة بيرضي طموحات جمهوره، بيرضي طموحات إدارته يلي عملت شغل كبير للتأسيس لفريق قوي يكون منافس جدي على اللقب بالموسم، من بعد ما الأنصار قدم نفسه بشكل جيد بالموسم الماضي وحل بمركز الوصيف. كرة بوسط الملعب مع عدنان حيدر، عدنان على الجهة اليسرى، الشبريكو بيلعب الكرة للأمام، مقطوعة مرة جديدة من أمام موني. رمية تماس أنصارية والمحاولات مستمرة للفريق الأخضر بحثا عن هدف رابع. بالوقت الساحل متشبث ومتمسك بأمل تقليص الفارق دون سير رزق من العباس عطوي. كرة الخلف لعند علي ظاهر، علي عبود من جديد، حسين رزق، علي عبود، مقطوعة المرة، الكرة من حسين عواضي اللي بيلعب الكرة المعطوبة فيها تسلل، المعطوء 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 المعطوء، خرجت الكرة، خرجت الكرة قبل ما يسدد المعطوء. هيك شفت أنا بالفعل خرجت الكرة، شوفوا دغري عم يلعبوا ركلة المرمى وعم بيحركوها شباب الساحل، خرجت كرة معطوء بسرعة تدخل، لكن الكرة هالمرة كانت أسرع منه لتخرج من أرض الملعب. مباشرة هالمرة عندنا زي أسعد، وهدوء تام عم يتعامل الأنصار بالوقت الحالي مع المباراة. 5 دقائق فارس متبقية على النهاية، الأنصار مهمته الأساسية بهالأثناء هو تمرير الوقت للمرور إلى النقاط 3. كرة حاليا مع الأنصار، هجمة مرتدة، المعطوء، المعطوء خطر كثير، المعطوء بمباراة اليوم بيتقدم، المعطوء الكرة خرجت، خرجت يا معطوء، ورمي تماس محقة لفريق شباب الساحل. فريق شباب الساحل قدم مباراة كبيرة، برجع بقول لو استغل الفرص اللي سنحت له كان في كلام تاني بالنتيجة،
اليوم ما كان موفق ابدا حيدر عوضه، وغياب عبد العزيز نداي دفع حقه اليوم فريق شباب الساحل. كالفن داو بمرر لعباس عطوي، عباس عطوي لداوودا، ابرز لاعبي الفريقين بمباراه اليوم. داوودا بيتقدم بمرر الكره على الجهه اليمنى، فرصه لفريق شباب الساحل. عباس عاصي لداوودا، داوودا بقرب بسدد داوودا، كره خطره كثير ما راح يسيب المرمى. داوودا عم بقوم بشغل كثير كبير اليوم بهالمباراه. الوقت عم بيقطع بسرعه على لاعبي الساحل، الثلاث نقاط صاروا اقرب بكثير بكثير، ومن اكثر من اي وقت مضى لفريق الانصار يلي راح يحصل على اول ثلاث نقاط له بدوري الفا لكره القدم لهالموسم. الانصار بيرفع رصيده لثلاث نقاط بحال الفوز، والساحل رصيده بيبقى ثلاث نقاط، الفريقين بيتعادلوا بالنقاط. كالفن داو على الجهه اليسرى بده يلعب رمية تماس، بنفذها سريع على مصطفى كساب، البيطار موجود لابعاد الكره، ممنوع حدا يقطع، ممنوع حدا يمرق هيدا البيطار. ترجع الكره لعند محمد حمود، محمد حمود وجهاد ايوب، وخطا انصاري لصالح جهاد ايوب. بلش جمهور الانصار يحتفل بهالانتصار بهالفوز. هل راح يكون في تبديل لفريق الانصار بعد، او راح يكتفي نزار محروس بالتبديلات الاثنين يلي اجريهن؟ موسى الطويل عم بيأدي عمليه التحميه على السريع ليدخل لارض الملعب بهالوقت الباقي من عمر المباراه. بكاري كوليبالي لداوودا، داوودا على الجهه اليمنى معه ابو بكر كمارا يلي بيبعد الكره بده للبيطار، البيطار بشتتها لخارج الملعب. رمي تباس لفريق الساحل، جمهور الانصار رح يظهر من هالمباراه مبسوط بعد الانتصار والانطلاقه يلي بيعتبرها هو كانت ابتداء من اليوم. فرصه لفريق شباب الساحل، داوودا، داوودا بيلعب الكره، فرصه للساحل مش معقول. كالفن داو يلي سدد، في كرات ما لازم تتهدى داخل منطقة الجزاء، في كرات إذا تهدد بأجزاء من الثانية والقرار لازم يكون سريع. هون قصة المهاجم يلي اليوم عم بغيب عن فريق شباب الساحل، هيدي كرة يعني كرة ضاعت، كان بيقدر يمرقها كمان كالفن داو وبيقدر يمررها. يمكن كنا شفنا هدف تقليص الفارق، مين بيعرف؟ حرام على الفرص يلي عم بتضيع اليوم على فريق شباب الساحل. بالنهاية الأنصار عم بيعرف كيف يستفيد من هالشيء، والأنصار أضاع العديد والعديد كمان من الفرص. كوليبالي، الفوز الأكبر للأنصار بتاريخ المواجهات كان 6-1 عام 2002 بالدوري، و 5-0 بال 2013 أيضا ضمن الدوري. 40 مباراة جمعت بيناتهم لهلا، الأنصار فاز 24 مرة، تعادلوا 15، وانتصار وحيد كان لفريق شباب الساحل. مع هالمباراة الأنصار صار مسجل بمرمى الساحل 83 هدف مقابل 33 هدف لفريق شباب الساحل. هيدي إحصاءات ومواجهات الفريقين. خطأ كمان مرة، ركلة حرة لفريق شباب الساحل. فرصة الأخيرة للساحل ليقلص الفارق إذا قدر قبل دخولهم بالوقت الإضافي. كرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها نزيه أسعد، ما زالت أنصارية. هل رح نشوف الهدف الرابع؟ هل رح نشوف الهدف الرابع بهالمباراة؟ معقول كثير، ما اوه كرة طالت عن اللواتي، كانوا ثلاث لاعبين على لاعب. موني بيلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء للمعتوق، المعتوق سدد، كرة ضعيفة، الخطورة راحت. عباس عاصي أبعد الكرة، وفرص الأنصار والهجمات المرتدة كنت عم بحكي يلي سرحت للأنصار إنه يرفعوا النتيجة أكثر بكثير، ما استغلوها. يعني ثلاث لاعبين على لاعب والفرصة كانت عم بتضيع. هيدا مع الهجوم
الساحلي يلي عم بيكون والهجمات المرتدة الأنصارية يلي عم بتشكل خطر كتير كبير. موسى الطويل جاهز زيدخل بآخر أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. أول ما الكرة تخرج من الملعب عباس عطوي في خطأ واضح، في خطأ لصالح شباب الساحل. الكرة بتتنفس سريع على داوودة، داوودة بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء عم بتضيع. وينك يا مهاجم الساحل اليوم لتقدر تستفيد منها الكرات داخل منطقة الجزاء؟ عبد العزيز نضاي على أمل نرجع نشوفه بالمباراة المقبلة. وفرصة ساحلية جديدة، الأنصار عم بيدافع عم بيعتمد على الهجمات المرتدة. واللواتي اللواتي 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 بينطلق المعتوق، كرة للكشك، الكشك على الجهة اليسرى. هل رح يعمل شيء الكشك بهالكرة على الجهة اليسرى؟ الكشك بده يرجع، بده يمرر لموني، موني داخل منطقة الجزاء، الكرة بتضيع. الأنصار أول ثلاث نقاط لإلو شربيل بدوري ألفا مع ثلاث دقائق على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الأمور صارت شبه مستحيلة على فريق شباب الساحل ليرجع بأجواء هاللقاء. والمعتوق فرصة جديدة، مبروك للأنصار، يعني فينا نقول هاردك للساحل، مباراة كبيرة للفريقين. يعني فلتت المباراة من إيد شباب الساحل بهالأثناء لأنه فتح الملعب شباب الساحل تماما مع انطلاقه للهجوم. حسن معتوق عم يخرج من أرض الملعب على وقع تصفيق كبير وحار من الأنصاريين، ودخول موسى الطويل أو ظهور للاعب الشاب هالموسم بالإعادة مرة جديدة. آخر فرص المعتوق التسديدة قريبة جدا من زاويته اليمنى لا علي ظاهر، كان يسجل تاني أهدافه باللقاء، عنده هدف وتمريرة حاسمة اليوم. وجمهور الأنصار عم يحتفل بالمعتوق بانتظار صفرة النهاية ليحتفل بالنقاط الثلاثة مع محمد حمود. عم يتقدم عم يدخل منطقة جزاء، ممتاز جدا اللي عم يعمله حمود، والكرة العرضية عم تنقطع من مدافعي الأنصار مع حسين رزق. أيضا عم يتقدم الرزق منه لعباس عطوي، عباس عباس بحثا عن كرة عرضية. حسام اللواتي عم يتدخل بقوته البدنية، ممتاز جدا اللي عمله اللاعب التونسي حسام اللواتي، والكرة إلى ركلة مرمى عدنزي أسعد. دقيقتين فقط متبقيين مشاهدينا على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الأنصار بطريقه لتحقيق الانتصار، انتصاره الأول إذن بموسم 2019-2020. أكيد الأنصاريين بيتطلعوا على هالمباراة ليبنوا للمباريات المقبلة، خصوصا أنه واجهوا خصم صعب، خصم منه سهل أبدا. وطبعا فريق يحسب له ألف حساب، وراح يكون ند عنيد لكل الفرق يلي راح تواجهه بهالموسم. بالوقت يلي علي ظاهر هون عم بخاطر، عم يلعب بالنار. محمد حمود لعند حسين رزق، نونا كرة للأمام لحسين رزق، ممتازة جدا باتجاهه لكالفن داو. كالفن 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 داو، والتسديدة بالقدم اليمنى من كالفن داو بعيدة بعيدة تسديدته لكالفن داو. ثلاث لاعبين سابقين بالبقاع اليوم على أرض الملعب، كالفن داو وداوودة ديامي من جهة شباب الساحل وجهاد أيوب من جهة الأنصار. أيضا هناك علي موفق الموسوي على مقعد احتياط شباب الساحل لاعب سابق بالبقاع. الفريق اللي هبط مع الرسينج إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي. نص دقيقة فقط بتفصلنا عن صافرة النهاية من الحكم ماهر العلي. جاد الحسين بيستخلص الكرة من جهاد أيوب، يلعبها لعند داوودة، داوودة كرته الأمامية باتجاه عباس عطوي مقطوعة من حسين عواضة. مباراة جيدة لحسين عواضة، كان قد الحمل وكان قد ثقة نزار محروس، خصوصا بعد تحوله إلى مركز الظهير الأيمن مع جاد الحسين. ترجع الكرة لعند داوودة يلي بيلعب العرضية باتجاهه لكالفن داو بالرأس، عم تنقطع. والحكم ماهر العلي مشاهدينا بالأثناء عم ينهي المباراة بفوز مستحق للأنصار بنتيجة 3-1. الأنصار طبعا حسم انتصاره بالشوط الثاني، بمطلع الشوط الثاني باللقاء عند ما سجل هدفين. انتصار إذن ما
مهم جدا للفريق الاخضر، استعاد الروح بعد ثلاث هزائم متتالي بين نهائي كاس النخبه بين الكاس السوبر وبين المباراه الافتتاحيه بالدوري امام غريمه التقليدي النجم. اكيد راح نشوف نحن وياكم ابرز لحظات المباراه والاهداف يلي سجلت، الاهداف الاربعه بدايه مع الهدف الافتتاحي، تمريره رائعه كانت من حسن معتوق بعد اختراق للحاج مالك. شوفوا المعتوق، شوفوا الرؤيه امام علي عبود، مرر الكرة العرضية وقدر الحاج مالك بتمركزه الممتاز يهرب من كوليبالي ومن زهير عبد الله ويفتتح التسجيل للأنصار. من بعدها شباب الساحل مع التمريرة الساحرة من الساحر عباس عطوي إلى داوودة ديامي، هون على غفلة من نصار، نصار قدر ينطلق داوودة وقدر يسجل هدف التعادل بشباك الأنصار. 1-1 أصبحت النتيجة مع الاحتفال المميز للاعب السنغالي، لكن من بعدها هون اللقطة اللي أثارت الجدل، سقوط الحاج مالك على ارض الملعب بمواجهه علي عبود بالاعاده، فيكم تشوفوا مره جديده، واكيد الحكم بكره بجولدن بول على هالحاله من قبل المتخصصين من قبل لجنه التحكيم بتقريره الاسبوعي. بنالتي نفذها المعتوق وسجل من خلالها، ومن بعدها كان حسام اللواتي عم يسجل هدف يحسم من خلاله الامور للانصار. 3-1 على وقع الاحتفالات الانصاريه، على وقع فرحه الفريق الاخضر. انا اكيد بدي اعطيكم موعد بكره الساعه 5 بعد الظهر بالحلقه الثانيه من الموسم الثالث لجولدن بول، كل المباريات، كل الاهداف، وكل طبعا الحالات التحكيميه، وخصوصا هالحاله يلي كنا عم نختم نحن وياكم فيها المباراه يلي عم تثير جدل كثير كبير، بالتاكيد كانت بالمدرجات ورح تثير جدل اكبر بالشارع الكروي. على كل حال مشاهدينا، مع هالمشهد الاخير من ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس، انا بدي اودعكم واعطيكم موعد بكره بجولدن بول. الى اللقاء. Rhythm.